عندنا بس مقطع فيديو يمكن البعض يعرف شكله ما يعرف اسمه. فلها برنامج معروف يمكن كان يجي في الام بي سي اللي هو اكستريم ميك اوفر. اكستريم ميك اوفر. Are you guys ready to see your new house? Yes! Are you guys ready to see the house? Pennington's wacky sense of humor and personal charm made him a star, but his journey wasn't easy. As a child, school was especially difficult for Pennington since he struggled to stay focused. Now, when I was in elementary school, my mother received countless phone calls from my teachers, the principal's office, and even my guidance counselor, because I was constantly in trouble for something. His mother discovered he had ADHD, but didn't inform Pennington of his diagnosis until he was 17. But I learned to cope with the symptoms by channeling my energy into my passion, which is building things. When he began receiving treatment, life changed dramatically for him. Despite his ADHD, Pennington has managed to juggle multiple tasks and to focus his energies to establish a unique niche as a television. طبعا المقطع كان يتكلم يعني عن تاي بينينغتون وكيف كان في المدرسة. كانت أمه كثير ما يعني يقولون إنه ابنك جدا مشاغب وكان مزعج بطريقة جدا يعني كبيرة, لكنه استغل زي ما قال استغل هذه الطاقة الكبيرة لشغفه, حول الطاقة لشغف وحاول إنه يركز على بناء الأشياء وحاول إنه يركز أيضا على ذاكرته البصرية التي ممكن إنها تصنع من هذا الخيال اللي ممكن يعني البعض يعده إزعاج أو ممكن مصدر قلق الى ابداع زي ما ذكر. ودي بس ارجع معليش استاذ اثناء نرجع شوي قبل ما ندخل بالسمات يعني بشكل عميق, نرجع شوي ليش كان تاي في المدرسه قيل عنه انه مشاغب, ليش قيل عنه انه لا يستمع او لا يفهم. فالكاتب بدا بعباره جدا جميله ودي اشارككم اياها, انه it's not that we can't learn, it's that we learn differently. فالأمر لا يتعلق بأننا لا نستطيع التعلم, بل فقط أننا نتعلم بشكل مختلف. فسياق النظام الدراسي, إعداد الصف اللي هي كراسي وطاولات, المناهج الدراسية للأسف, إجبار الطفل على الجلوس ساعات طويلة مستمرة من غير وقت للراحة, عدد الطلاب اللي بالفصل, لأنه إذا زاد عدد الطلاب زاد التشتت عند الطفل, يعني أي حركة يعملها طفل أو أي صوت الـ ADHD على طول يشوف حتى لو 4 أو 5 صفوف وراه. عنده القدرة الحواس عنده جدا يعني قوية وعالية. فكل ما سبق اللي ذكرته لا يليق باحتياجات طالب الـ ADHD. فالأعراض تكون واضحة دائما في السنوات الدراسية الأولى, دائما نشوف عادة وهم بالتمهيدي ما نسمع أو ما يقال أن الطفل عنده اضطراب, لأنه طبيعي بالتمهيدي تودلر يتحرك يقوم يقعد, طبيعة الكلاس بعض الحين مونتوسوري فيتحركون من ركن إلى ركن, فما المدرسة أو المدرس ما يستكشف أن الطفل عنده شيء. أول ما يبدأ يدخل بالصفوف الابتدائية اللي هي الأولى إلى الثانوي تقريبا تبان الأعراض, لأن هذه صفوف غير مهيئة للطفل مع عنده ADHD أو طفل ADHD. فيكون دائما في صراع مستمر مع أنظمة الفصل, مع أنظمة وروز المدرسة. فالأعراض برأيي أنا يعني من تجربتي وبرأي الكاتب لا تظهر بسبب الطفل أبدا, ولكنها بسبب النظام الدراسي في هذه السنوات, وهذا النظام الدراسي لا يليق فيهم. فيعطي مثال عن معلمة يعني وللأسف مو ما أدري إذا للأسف ولا لا, ولكن ما يفهم الـ ADHD إلا إنسان عنده ADHD, يفهم كيف عقلهم يفكر ويعمل بالضبط. فعطى مثال جدا جميل عن معلمة تيشيل هاريس اسمها, تركت عملها كانت تشتغل في المالية اللي هي فاينانس لتصبح معلمة مرحلة ابتدائية. السبب مرة ثانية لأنه ابنها اللي كان بالصف الرابع عنده ADHD, فهي تدرك كيف يتعلم طالب الـ ADHD. ففي صفها في نفس الفصل اللي هي كانت تدرسه كان في 4 أطفال with ADHD. فعرفت طبعا من تعليمها ومن خبرتها مع ابنها انهم هم visual learning النظري, اي شيء او البصري, التعليم البصري. فاشتغلت على التعليم البصري, اشتغلت معاهم على PowerPoint Presentation,
أعطت اهتمام أكثر لطالب الـ ADHD، عرفت مين هم، صارت تجلس معهم أكثر، صارت تشرح لهم أكثر، تعرف إنهم يملوا بسرعة فتنتقل من موضوع لموضوع معهم بشكل مختلف عن الآخرين. فكان أسلوب تدريسها شيء إيجابي كبير بالنسبة لطلاب الـ ADHD. كانت في بداية الأسبوع الدراسي اللي هو عندهم يوم الاثنين تتحدث عن ما عملوا مثلاً بالويك أند، عن الأخبار، هم يحبوا كثير الأشياء اللي قاعدة تصير في العالم، يسمعوا ويدركوها ويفهموها كويس. فطلبت منهم أنهم يكون عندهم جورنال اللي هو اللي مذكرات يكتبونها بشكل يومي، تأخذ المذكرات، من المذكرات تعرف وتفهم إيش شغفهم، إيش يحبوا، وتضيفوا بمنهجها الدراسي. فهي تقول عقل الـ ADHD يعمل جيداً حينما يكون نشط، فلا بد أن نعرف كيف إيش الأشياء اللي تجعل هذا العقل نشط. عفوا بس حتى ذكر الكاتب أنها هي آمنت فيهم وعطتهم ما هو مهم جداً الثقة طبعاً. يعني خلتهم في البداية يشعرون أنهم واثقين من أنفسهم، هم قالوا أنهم فاشلين بالضبط من قبل المعلمين الثانيين، لأنهم مثل ما ذكرنا أسلوب الدراسة، النظام، الفصل غير لائق لهم. فهي عطتهم التولز اللي تساعدهم يعني وتخليهم يثمرون، فعطتهم وكانت كثير تشاركهم بأمثلة رواد أعمال ورجال أعمال ونساء في هذا المجال عندهم ADHD وأبدعوا، هذه زادت ثقتهم بنفسهم مثل ما تفضلتي. أعتقد الثقة والإيمان والاهتمام بالضبط. بعدين يعني كان هذا أعتقد من فصل التعليم، يعني في الكتاب يمكن نتكلم عن الكتاب شابتر كامل فقط عن التعليم. ايوه احنا طبعا راح نتكلم عن الكتاب بطريقة عشوائية. واحد من الفصول كان يتكلم عن التعليم، وكان من الجميل انه يذكر انه في البداية تعطيه الثقة وتعطيه الإيمان، بعدين خلى هو يكتشف الاستراتيجيات اللي تصلح له بطريقة التدريس بالضبط. يعني وذكر تجارب واقعية، يعني ذكر انه في واحدة من عندها ADHD فكرت وبحثت، في الأخير يعني وجدت انه مثلا انها تكتب ملاحظات في المارجن في الهوامش. الدكتور اللي هو دكتور يادلم اللي هو الدكتور ذكرته انه نفس الشيء، كان عنده ADHD وطبعا ADHD ما يروح ولكن يقل الاعراض اللي هي الحركه والاشياء هذه تكون مختلفه لمن بس طبعا. ودرس طب، والطب من اصعب الاشياء اللي ممكن يدرسها اي انسان عنده ADHD، لانها تتطلب انك تجلسين ساعات طويله وقراءه يعني وحفظ. فكان يذكر انه لان والدته كانت عندها ADHD عرفت كيف تتعامل معه، فكانت تطلب منه مثلا يقرأ النص ويخطط 5 مرات، مرة بالرصاص، مرة بالقلم الأحمر، مرة بالقلم، عشان يعرف أنه خططها 5 مرات. يعني هي هذه من الأشياء اللي هم عندهم صبر كبير، لأنه طريقة دراستهم أو لأن المناهجنا تتطلب أن الواحد يقرأها ويحفظها، هم عودوا نفسهم على الصبر، عودوا نفسهم انه لانهم يعرفوا ساعات الدراسه حقتهم مختلفه تماما. انا واجهت هذا الشيء بالثانوي، يعني كان وحتى المتوسط كان الغير يخلص مثلا دراسته بساعتين الى 3 ساعات، انا ممكن استمر الى 6-8 ساعات يعني بعد المدرسه الى الليل وانا بس ادرس واحاول احفظ واحاول الخص واحاول يعني اخطط. انا مع ابني طلال طريقه التدريس، يعني كثير لما قريت عن هذا الدكتور ذكرتني بنفسي وطريقة تدريسي لابني. لما كان صغير كان عندي هايلايتس مختلفة، كل هايلايت لشيء معين، مثلا الأزرق للأمثلة، إذا مثلا خلينا نقول مادة العلوم الأزرق، هايلايت الأزرق للأمثلة، الأصفر للحفظ، والحفظ يكون فقط التخطيط على كلمات معينة، لأن لما يشوف أصفر كثير خلاص بالنسبة له يكون جدا صعب. فهذه من سمات أنا قوتهم أنهم يستكشفوا ويشوفوا إيش الطريقة اللي تنفع معاي، كيف أقدر أتعلم بطريقة أسرع وأفضل وأصير مثل الغير، مع أنه المنهج مثل ما قلنا لا يناسبهم، ولكن they are resilient، هذه من سماتهم. أيضا في مادي في نقاط أخرى تحبين تضيفينها في موضوع التعليم؟ أنا موضوع صراحة هي جدا طويل، يعني حتى يتكلم عن مدرسة في ماساتشوستس، مدرسة إيجل هيل 70% من طلابها ADHD students، فطريقتهم عدد الفصول صغيرة جدا، المنهج مخصص لكل طفل،
يعني تايلر ميد منهج مخصص لكل طفل. ممكن الطالب يدرس إذا هو مبدع بالرياضيات وهو لسه ما زال بالصف مثلا خلينا نقول أول متوسط، ممكن يأخذ رياضيات متقدم مع الفصول اللي هي 10th و 11th grade، وإذا كان بالريدينج والرايتينج لا لسه يبغى له يعني مساعدة ممكن يأخذ الريدينج والرايتينج مع الفصول الدنيا. فنظامهم قريب من نظام الجامعة، مش فصل وهذه هي الكلاسز اللي لازم تأخذها، لا ممكن تجد اللي بصف الأول متوسط يأخذ حصص مع الثانوي ويأخذ حصص مع السادس ابتدائي. عشان كذا الطلاب عندهم جدا مبدعون، عندهم الرياضة، الرياضة هذه جدا مهمة عندهم، لازم الطالب يدخل بفريق رياضي. لماذا؟ لأن الرياضة تزيد من نسبة الدوبامين اللي موجودة بالعقل، والدوبامين مضطربة عند الـ ADHD، بعض الأحيان تكون موجودة وحسب اليوم، بعض الأحيان تلاقيها في الصباح عالية، وقت الظهر ممكن تنزل وتأثر كثير على نفسية الطالب. فالرياضة يعملون هذه مدرسة إيجل هيلز 20 دقيقة تقريبا في الصباح رياضة بدنية، بالإضافة أنه لابد أنه كل طالب وطالبة يلتحقوا بفريق رياضي يعني هم مهتمين فيه، سواء تنس سواء كرة سواء باسكتبول ولا فوليبول أو غيرها. وإذا الطالب ما حب رياضة، لأنه مو كل الطلاب رياضيين، بس لابد أنه يعمل على الأقل ساعة وعشرين دقيقة رياضة يومياً، أجان بسبب ما ذكرناه عن نسبة الدوبامين اللي موجودة. إيجل هيل مدرسة نون بروفيت، يعني إنها ربحية، غير ربحية، ويعني تعطي كثير لولاية ماساتشوستس. من الأشياء اللي يسووها تعليم وتدريب المعلمين اللي موجودين بالمدارس الحكومية على نظامهم من غير طبعا مقابل، لأنه في أشياء ما تتطلب رأس مال كبير، أي صف ممكن يعمله لو المدرس أو المدرسة مدركة، مثل الفصول. عندك فكرة أستاذة أفنان أنك كتبتها هنا يمكن؟ إيه؟ مثلا الفصول تكون حتى طبعا احنا فصولنا حسب القدرات قصدك، يعني مو على حسب العمر، يعني الفصول اللي موجوده هم هو ذكر انه في المدارس الحكوميه في ماساتشوستس عدد الطلاب تقريبا يصل الى 50 طالب بالصف، يعني الريشيو 1 to 50. فهذا طبعا مجهود كبير للمعلم او المعلمه، ولكن يقولوا ما يمنع ان يقسم الصف نفسه الى الى مجموعات من 10 طلاب، فالمعلمة تروح للمجموعة هذه تشرح تعطيهم الأسايمنت اللي يسوون وتنتقل للمجموعة الأخرى، كذا يساعد طالب الـ ADHD. بالإضافة إلى مثل الحين حنذكر أنه طالب الـ أو شخص الـ ADHD وطالب الـ ADHD multi tasking، فهم يطلبوا من المعلم والمعلمة يعطوهم أكثر من تاسك، يعني أوكي هو حيفهم، حيخلص الأسايمنت وحيقعد يمكن يأذي الآخرين إذا ما انعطى شيء يعمله. فتطلب انه يطلب يعني ايجل هيل تقترح انه مثلا يكون رائد الفصل او يوزع او تعطي مهام اضافيه، تعطي مهام اضافيه. لازم المعلم، هم كمان يقولوا لازم المعلم او المعلمه تدرك انه الطالب ما يقدر يقعد 40 دقيقه او ساعه، لابد من فترات، فكل ربع ساعه او 20 دقيقه ياخذ 2 minute break. لان اذا ما سوى كذا، انا اكيد كلكم يعني توافقوني على هذا الشيء، يعني أنا لاحظته في طلال، يعني إنه الحصة تكون مستمرة وهو يطلب من الأستاذ إنه يطلع الله يكرمكم عشان دورة المياه، وتفوتوا تقريبا ممكن نص الحصة. بدلا من كذا أفضل إنه الأستاذ يرتب يعطي للجميع علشان ما يفوت الطالب أي معلومة، أي أسايمنت تنعطى، أي واجب، يعني أكيد هالخمس أو ست دقائق اللي راح فيها فاتوا شيء مهم، فكل الفصل ينعطى هذا المجال. في بعض المدارس عندهم ستيشنري بايكس، يعني اللي هي السياكل الغير متحركة، إذا الطفل بدأ يتحرك أو عرف المدرس أنه لا لابد أنه يطلع، أو اليوغا بولز أنه يدرس عليها، أنه اللي هذول يسمونها الفيجيتي، الفيجيتي ستودنتس اللي هم كثيرين الحركة ويديهم تتحرك، يفتح القلم يقفله أو هذه يحركها كثير، أو البابيت، حتى البابيت بابيت بالضبط، هذه البابيت أو اليوغا بال تنعطى، هذه قيمتها يعني. بس نستطرد دكتورة ما أدري هل لو نتكلم مثلا عن توصيات معينة نحتاجها في التعليم عندنا،
والADHD كبارنت كولية أمر، في أي توصيات ممكن نتكلم عنها عن التعليم عندنا والتصالح مع الADHD؟ أنا أعرف إشراق يعني عملوا دورة، دائما يعملون دورات بين كل فترة وفترة أساس للمعلمين أساس يفهمون اللي بعض المعلمين ما يدرون أصلا إيش الADHD، فما أدري إذا من تجربة. صحيح صحيح. لا غير ما يدرون يعني لها استجمة، يفضلوا إنه ما يكون لها يفضلوا إنه ما يعني، وكثير من الأهالي ما يصارحوا المعلم أو المعلمة إنه طفلهم عنده ADHD لأنه على طول يفكروا مرة ثانية مثل ما بديت أنا الحديث إنها إصابة يعني، ويخافوا ولا يعرفوا كيف يتعاملون مع الطفل. وهي مثل ما ذكرت يعني أشياء بسيطة اللي هي البريكس المستمرة، إعطائهم الفرص إنه السماح إنهم يدخلوا باليوغا بال هذه ويجلس عليها يعني، لأن هذه يبدأ يتحرك عليها تطلع شوية من طاقته، هم يركزوا حتى لما الواحد يحس إنه هم غير مركزين أو عيونهم تكون في محل ثاني، ولكنهم مستوعبين كل حاجة. فهذه يعني تقسيم مثل ما قلنا الفصل، طبعا إحنا هنا أعداد الفصول نفس الشيء، أعداد الطلبة بالفصول جدا عالي، تقسيمهم إلى مجموعات بدل ما هي الطريقة المملة، هذه مملة للإنسان اللي ما عنده ADHD، فما بالك طفل عنده ADHD عقله يعني غير يتشتت ماشي بسرعة فائقة جدا، يعني أنه دائما هم عندهم What's next، خلاص هذه معلومة عرفتها اللي بعدها يعني. وإعطائهم إذا شافت المعلم أو المعلمة أنه هم يجيدون مثلا الرياضيات أو يبدعون بالساينس أو تعطيهم تشالنجز أكثر، تعطيهم مسائل علشان ما يحسوا بالملل. طيب بالنسبة طبعا نقص التعليم كم مرة صراحة، أنا مرة ودي أسمع مداخلاتكم وأعرف تجاربكم. إحنا تكلمنا عن السمات أو الخصائص اللي تميز يعني ذوي فرط الحركة، تكلمنا أول شيء عن التفكير اللاخطي زي ما هو تكلم ذكره، الجرأة والإقدام اللي سماها impulsivity. خلينا نتكلم عن impulsivity، عندك مثال لها أو بدي؟ هو ذكر كثير أمثلة في الكتاب يعني، واحد منهم اللي هو Americans Got Talent هاوي ماندل. هاوي هو كان كوميديان وممثل ومنتج لا Americans Got Talent، فأكيد اللي يعرف Americans Got Talent يعرف هو عضو لجنة التحكيم، وكثير من ريادي الأعمال والرياضيين كان عندهم فرط حركة، فهذا بسبب قدرتهم على الجرأة والإقدام. خلينا نتكلم عن impulsivity لأنه هو هاوي كان عنده كان يعني عرف شغفه اللي هي being a comedian اللي هم الارتجال، قدرة الارتجال، حس البديهة بالضبط، لأن هذه يبغى لها سرعة بديهة، يبغى لها تفكير قليل جدا يعني بسرعة تنفيذ بدون تخطيط، من غير تخطيط، فيعني وقدرة على التفاعل بسرعة. فهو كان عنده هذا الشيء، هو يذكر في الكتاب يقول ما كان في أي شيء في حياتي مخطط، يعني ما خططت أي شيء ولا كنت أعرف إيش حكون، وغيري من اللي متخرجين قد رسموا حياتهم بوضوح يعني وعارفين إيش أهدافهم، أنا الشيء الوحيد اللي كنت أعرفه إني كنت أبغى أكون مليونير كان يقول. فكان عنده محل تجاري بسيط يعني محل تجاري، ولكن كان كمان يعني متفوق فيه، فكان ذكر الكاتب أنه كان من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة العالية، ولكن ما حس أنه هذا كفاية لأنه أجان اللي هي الملل بسرعة بالشيء نفسه في ملل. فواحدة من الحفلات اللي هو كان اللي حضرها كان أعتقد في منتج من واحدة من الغير أمريكاز جوت تالنت شيء آخر يعني، طرح عليه الفكرة أنه ليش ما تكون أنت كوميديان يعني أفكارك طريقتك، شوف الناس اللي يعني اللي يعني حواليك قاعدين يستمعوا لك يعني مستمتعين، وفعلا من بدأ من هذه النقطة انطلقت بدون تفكير حياتي. وهو يقول نفسه هاوي لولا ADHD ما كنت الممثل المشهور اللي وصلت له الآن، فيعطي الكريدت للADHD لخصلة الADHD. وأيضا الكاتب ذكر هذه النقطة كثيرة، كان يقول أنا ناجح بسبب الفرق بسبب لا رغم الفرق. صح تتكلم عن هذه صحيح النقطة. لأن هذه الحين السمات اللي نذكرها واللي ذكرنا الآن قلنا عن النون لينير ثينكينج التفكير اللاخطي بالضبط والأقدام، والحين أيضا نتكلم عن
winning list to take risks أو مثلا طبعا احنا نقولها بالانجليزي بين العربي كتاب غير مترجم اندفاعية أو روح المغامرة أو روح المغامرة. هذه يذكر الكاتب أستاذ أفنان أنها مختلفة عفوا هي ما هي الاندفاعية الامبولسيفيتي هي الاندفاعية willingness to take risks اللي هي مثل ما ذكرتي إيه القدرة على المخاطرة يقول هي مختلفة عن الاندفاعية. إيش اختلافها؟ القدرة على المخاطرة تتطلب التفكير تتطلب أنك تفكر علشان تقرر تأخذ هذا القرار أما الاندفاعية لا immediately أنت حتسوي هذا الشيء وبس يعني ولكن هذا القرار اللي هم يتخذوه بالأغلب هي قرارات أغلبية الناس ليست عندها شجاعة باتخاذها. هذا هو الفرق بين الشخص اللي معاه ADHD لأنه ما يهابوا الفشل. ليش ما يهابوا الفشل؟ لأنه فشلوا كثير بالدراسة وفي المدرسة وسمعوا كثير أشياء تحبطهم وهم في المدرسة فأي شيء جديد في مجال العمل ما حيفرق معاهم كثير لأن على يعني they've seen it they've heard it ما حيأثر عليهم. الشيء الآخر أنهم يعشقون التحدي يعني أهم شيء عندهم أنك تتحداهم ولا يجلسون يعني بتملل. فهذه الفكرة. وأكيد أستاذ أفنان وأنت تقرين القصص لاحظتي أنهم لا يعملوا عمل واحد أكثر من عمل بالإضافة إلى تركض ماراثون تعمل مدري إيش يعني أشياء أخرى لابد بأن يومهم يكون يعني مليان ما في يعني أنا ما أعرف أحد عنده ADHD وممكن يجلس يتفرج على التلفزيون. أنا واحدة ما أقدر أتفرج على التلفزيون دائما أيوة يعني مدة قصيرة شورت ممكن ولكن مدة طويلة فلازم دائما يومهم يكون ممتلئ. أبغى أرجع بس شوي للأطفال أو اللي عندهم ADHD وبعدين نكمل السمات اللي هم اللي هي هو تكلم عن ماذا ممكن أن يفعلوه الأهل مع طفل عنده ADHD. السبب اللي الحين أنا حابة أتكلم في هذا الموضوع لأني ذكرت إنه هم وقتهم لابد إنه يكون مليان. فيعني وقت الفراغ جدا مهم ولكن ما يكون كبير لازم يكون لهم خطة. يعني أنا بالنسبة لي حتى السفر يكون مخطط ما يمكن إني أصحى يعني أو في الصباح ما إحنا عارفين إيش نسوي. التخطيط يبدأ حتى قبل السفر من مثلا من متى exposure هي أكثر شيء مش لازم شيء يعجبهم أو يستمتعوا فيه ولكن exposure خيارات كثيرة خيارات مثلا متاحف حدائق الحيوانات مثلا مراكز الإنقاذ حقت الحيوانات اللي هم مثلا كثير تلاقيهم في المدن اللي على الشاطئ ينقذوا مثلا سي تيرتلز سي لاينز. هذه واحدة من الأشياء فلا بد إنه حتى بعطلة نهاية الأسبوع ما تكون مفتوحة ما فيها شيء لأن this is when they start التخريب أو بالضبط. فإذا ما كان عندهم برنامج أو برامج متعددة خلال اليوم فتبدأ أعراضهم السلبية اللي هي ممكن أنه يضايق منها الأهل يضايق منها الأخوان ويضايق منها غيرهم. فهذه من الأشياء هو كمان يتكلم فيها إعطائهم الفرصة لاستكشاف أشياء جديدة مشاركتهم أنه يشاركون في نشاطات مختلفة لمعرفة شغفهم هي ذكي المفتاح أن نعرف إيش الفاشن حقهم إيش شغفهم لأنه إذا عرفوا شغفهم هذا يمكن أصعب خطوة وأصعب مرحلة أن نعرف إيش شغفهم إيش الفاشن إيش هم حيبدعوا فيه لأنه لازم نعرف الشيء اللي هم مهتمين فيه عشان ما تتبان يستغلقون فيه ويلهون فيه بالضبط. هو قال حاجة هنا جدا جميلة أنا ترجمتها ما أعرف إذا ترجمتها صح ولا لا ولكن بقولها اللي الشغف يدفع إلى الرغبة لممارسة العمل والرغبة في ممارسة العمل هي التي تغرس الانضباط اللي هو الديسيبلين. So لولا الشغف ما صار عندي ممارسة ما صارت عندي الديسيبلين. أتقول هذه لجميع الناس مو بس هذا الشيء بقى نقطة جميلة في الكتاب إنك أنت تتعلم منهم عن نفسك حتى الشخص العادي ممكن يتعلم منهم. أكيد 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 فعلًا تتعلم عن نفسك كثير يعني بس للـ ADHD الشغف مهم للانضباط والديسيبلين. جميل جدا. بالنسبة للـ willingness to take risk كان في مقطع بس أسف ما عمل لكن ممكن تبحثون عنه ليزا لينك مذيعة معروفة في الـ CNN. موجود. أوكي. ف
فكانت نفس الشيء تقول انه يعني لما عملت البرنامج الوثائقي اكتشفت في الاخير ان هي عندها ADHD إيه؟ انه عقلها اذا ما استغرق في قصه معينه فانه ممكن يحوم في كل مكان تتشتت. لازم قصه زي مثلا ممكن الصحفي او كاتب المحتوى اللي عنده ADHD ممكن يستغرق في قصه ليل نهار يشتغل فيها حتى يستطيع ان يتخلص من هذا التشتت. فهذه كانت من الامثله الجميله. في احنا تكلمنا الان ثلاثه نقاط رئيسيه زي ما قلنا. المرونه واحدة من أهم النقاط اللي تكلم عنها الريزيلينس. ذكر أنهم متصالحين زي ما قلتي مع الفشل لأنهم لديهم نوع رياضية عالية وهم يحبون التحدي ولا يعني لا يتحملون الملل. صحيح. إيه علشان كذا يعني مثل ما ذكرنا للطفل لابد أنه نشغل وقته في أوقات الفراغ. في المدرسة لابد إنه المعلم ينتبه إنه إذا الطفل يحتاج إلى تشالنج معينة يعطيه عشان ما يحس بالملل ينتقل من موضوع لآخر. وبالنسبة للأدابس اللي هو قدرتهم على إنهم يعملوا بأكثر من مجال في وقت واحد هذا المولتي تاسكينج بس كمان له يعني في المرونة. أجين الفشل أنا ذكرت لأن يعني بسبب إنه يعني الحياة اللي هي الدراسية كانت صعبة جدا وتشالنجين بالنسبة لهم بسبب النظام الدراسي علشان كذا الفشل بالنسبة لهم ما يهابوا ما يخافوا. يعني في اللي هو عن قصة هذه قصة جميلة عن اللي هو جت بلو تبع طيران جت بلو أيوة هذه قصته اللي هو ديفيد نيمان اسمه ما تخرج من الجامعة لم يستطيع أن يتخرج من الجامعة فتح شركة تور اللي هي شركة بسيطة يعني للسياحة ولكن محلية ما نجحت فسمعوا عنه شركة اللي هي موريس إير فطلبوا منه الشراكة أنه يكونوا شريك مع موريس إير فتحوا شركة طيران بعدها يمكن تقريبا بستة شهور تم إعفاؤه عن منصبه وهو موقع معاهم عقد إنه ما يقدر يشتغل أو يفتح شركة منافسة لهذه الشركة لمدة 5 سنين يعني عنده 4.5 سنين ما يقدر يشتغل بهذا المجال مع إنه هو مجال جدا يعني مهم يعني يهتم فيه فيقول فكان الموضوع بالنسبة له لأنه بسبب العقد ولكن بدأ يخطط يقول أنا بديت أخطط للمشروع الجاي بديت علشان أجن ما أحس بالملل والريزيلينت ما قال أنا فشلت تم إعفائي أو يعني جلس مكتئب لا بدأ يخطط لشركة اللي هي سماها جت بلو أكيد الكثير مننا سامعين عنها هي ثالث أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة وكان هدفه من هذه الشركة أنها يعيد تعريف تجربة السفر الجوي وتوفير مقاعد مريحة ووسائل راحة أفضل بأسعار معقولة. Again, innovator, إبداع بالتفكير. هذا الكلام في 1999 قبل ما طبعا كثير ناس بعدين يعني they copied يعني فكرته ولكن الكرياتيفيتي والإبداع والريزيلينت كلها في قصة واحدة هنا. ريزيلينت إنه ما قال إني والله فشلت ما هعمل لا فشلت معليش خطوة ثانية. الملل ما جلس 4 سنين ما يسوي شيء على طول فكر بإيش ممكن أنا إيش الماركت تحتاج. هم they are innovators و entrepreneurs أغلبهم كثير بالقصص هنا أنا لاحظت إنهم شيئين رجال ريادة أعمال ومبدعين بالرياضة. هالشيئين وجدت الأمثلة تتكرر كثير يعني لأن كمان هم ما يعني خلقوا بأنهم يقعدوا في مكتب وهو ذكر من 9 إلى 5 9-to-5 job لا يليق بهم أنهم يقعدوا على مكتب قدامهم جهاز كمبيوتر أحد يأمرهم بأعمل وأفعل لا يليق بهم هذا الشيء. هم they are innovators. فهذه هي قصة ديفيد نومان جدا جميلة. حتى أيضا ذكر رئيس فيرجن إيه نفس الشيء عند ADHD وأيضا آيكيا نفس الشيء عند ADHD فذكر يعني أمثلة كثيرة وكلهم آيكيا فكرة جديدة هذه ما هم يعني it was يعني فكرة جديدة وما شاء الله
فأنا ودي أرجع أقول أنا قال حاجة شيء جميل ديفيد، قال إنه تحدث أشياء في حياتك المهنية تعتقد أنها مدمرة وحتدمرك، أنها يعني it's almost a disaster، وتتساءل كيف يمكنك التعافي أو كيف ممكنك أنك تتخطاها. في كثير من الأحيان هو ليس ما حدث لك ولكن كيف تتفاعل معه، فاللي هي المرونة هي في الحقيقة المثابرة. وشبهها بهي نوع من العناد، المرونة نوع من العناد والإرادة القوية، وهذه المرونة بالطفل ممكن تكون عكسه وضده لأنه عندهم العناد. لأنه العناد أصلا في جانب محمود يعني صحيح أن الإنسان ما يأس بالضبط صحيح، بس ممكن كمان أنها لها أكيد تو فيس نستغلها بطريقة يعني جيدة. جميل جدا. بالنسبة لما تكلمتي أنت عن ما أدري يعني الثبات رغم الضغوط أو cool under pressure، هذه واحدة من النقاط أيضا نتكلم عنها، أو restlessness وعدم التململ الشديد، عدم السكينة restlessness، وهذه أكيد نلاحظها عند الطفل إنه في مثلا في الصف إنه أو حتى في البيت عدم القدرة على الجلوس وقت طويل. وهنا أعطى مثال لمايك واتسون، أنا عجبني هذا المثال لأنه هو دكتور طبيب، ومثل ما قلنا من أكبر تحديات أي شخص عنده ADHD أنه يدرس الطب أو يدرس law أو يدرس يعني قالها اللي تكلمنا عنه ديفيد، قالها بطريقة جميلة، قال يقول ديفيد نحن لا نأخذ we don't ace الاختبارات الموحدة، ما ناخذ ايز في الاختبارات الموحدة بالضبط، وي دونت ولا ندرس قانون في هارفارد، فبعض من الاحيان نطرد من القارب ونجبر ننجبر على السباحة، فعلينا ان نبدع ونخترع ونجد طريقنا الخاص. اكيد هو تحدي كبير يعني فاي مجال من مثل المجالات اللي سبق أو التخصصات اللي أنا ذكرتها الطب الله من أصعب ما يمكن إنه لشخص مع ADHD إنه يدرسها. فهذه عجبتني قصة مايك واتسون لأنه تكلم عن restlessness، لا أيوة عدم السكينة، عدم القدرة على الجلوس، التنقل من 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 عمل لآخر، ففكرة البقاء في مكان واحد كان يشعره بالملل، الروتين كان يشعره بالملل، لم يكن ناجحا في المدرسة، هذا مايك واتسون، بل قيل عنه يعني أنه ربما يوجد نمل في بنطلونه من كثر ما قاعد يتحرك في كرسي الصف، ولكنه استطاع أن يتخرج، التحق بالجامعة، درس أول شيء هندسة كيميائية في الولايات المتحدة، لازم تدرس البكالوريوس وبعدين تلتحق بالطب بجامعات الطب، فدرس الكيميكال انجينير كمان من اصعب انواع الهندسه. فيقول طريقه دراستي كنت ادرس اخذ القانون وكاني انا المخترع وانا كاني انا اللي قمت باختراع هذا القانون، احلله لكي افهم يعني نفس القانون اللي موجود مثلا بالكيمياء. درس الطب، التحق بجامعات الطب، درس الطب وتخصص طب طوارئ. طب طوارئ طبعا الكل يعرف ما في ساعة تشبه الساعة اللي قبلها، كله مختلف. فيقول أعمل عمليات من عمليات قيصرية إلى علاج آلام المفاصل إلى مستمتع جدا لأنه فيها مفاجآت، فيها الأدرينالين، فيها عدم الجلوس، فيها عدم الملل، فيها اللي هو الانتقال من 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 سرير إلى سرير آخر، من مريض إلى مريض آخر، فيها إنه making decisions on the spot من غير تردد، اتخاذ قرارات بشكل مفاجئ. جميل. فهذه هي من الأمثلة اللي أعطاها الكاتب بالنسبة للرستلسنس، عدم السكينة اللي البعض ممكن ينظر لها كشيء سلبي، ولكن إذا أخذناها وحورناها إلى شيء يعني إيجابي وفه يعني أو بمجال يتطلب هذا الشيء طلع شيء إيجابي. طب عندنا 10 دقائق قبل ما نأخذ المقالات، فممكن في نقطة أخرى تحبين؟ خلصنا عن الامبوسيبلتي الريستلسنس، ما حكيتي عن بابي تشن، حلوه قصته اللي هو الشيف هذه في الثبات رغم الضغوط ايه فالكول اندر بريشر، ذكر هو مثال على
شيف. والجميل هو اللي هو تعددية أو الوظائف الموجودة، أشياء ما تتوقعينها زي طبيب الطوارئ، صح، زي الشيف أو الطباخ. أتوقع اليوم شفت في ام بي سي موجود في بابي شين، يا بابي شين اللي هو المصري، هو مصري ايجن، يا هو اسمه بابي. فهو هو واحد من أمثلة الاي دي اتش دي، كان عضو لجنة التحكيم، وكان يقول انه في البداية كان ينتقل من وظيفة الى وظيفة، لكن الثريل موجود في المطبخ والضغط، العمل تحت الضغط، وانه يجون زبائن ويخرب تخرب الطبخه. فهذا شيء يعني مناسب للاي دي اتش دي. فهذا الشيء يعني في اليونت في تشابتر كان بيتكلم عن كيف تختار الوظيفه المناسبه، اعطى امثله جميله جدا لوظائف متعدده. بس مثل ما قلنا يعني بابي عنده بابي تشين عنده مطاعم في سان فرانسيسكو وعنده في لندن. عرف حبه للطبخ من خلال سفره وتنقله من محل آخر ومعرفة الثقافات المختلفة. كان في فيتنام، وقت ما فيتنام انفتحت على العالم أعتقد في 1993، ففكر أنه يأخذ الطهي الفيتنامي لسان فرانسيسكو، فتح أول مطعم هناك، نجح، فتح بعدين في لندن، وبعدين صار عنده شو. فمثل ما لاحظ ما عندهم شيء واحد فقط، أكثر من شيء يعني. وكتب كتاب أعتقد ولا لا بابي إلا إيه يعني. فالأغلبية من اللي عندهم ADHD يمارسون أكثر من شيء واحد في 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 وقت واحد. فهذا ننتقل للمولتي تاسكين، وأعتقد اللي هو مولتي تاسكين القدرة على تعدد المهام والقيام بأكثر مهمة في نفس الوقت، صح. وهذه لها ارتباط بالهايبر فوكس، فهم التركيز المحدد او التركيز الشديد الشديد يعني. التركيز الشديد لوقت قصير على شيء معين، ثم وانجاز انجاز ويعني انجاز المطلوب، ثم الانتقال الى شيء ثاني، ثم الانتقال اللي بعده، او عمل هذول اكثر من عمل في وقت واحد. فمنها اللي هم ايوه ذكر منها رواد الاعمال في تكنولوجيا المعلومات، الاغلب لديهم ADHD. فتجد الشخص العادي يتشتت عندما يكون عنده مثلا رسائل نصيه، او يطالع تويتر، او يطالع رسائل عبر الانترنت، او يسمع التنبيهات. ولكن هذه بالنسبه لعقل ADHD فهي محفزه. سماهم جادلينج يعني جبل بهلواني يرميها، نفس الشيء الـ ADHD بالمهام بالضبط، يعني يقدر يتلاعب فيها في نفس الوقت بأكثر صحيح. جميل جدا صراحة. تبغين راجعهم ولا لا؟ يا ممكن نذكرها بشكل ممكن حتى المداخلات يعني تعطيني انسايت ممكن. انا بس ودي انهيها يعني حديثنا عن في اقوال كثير عجبتني حابة اشارككم من الكتاب عن هذا اجمل ما في الكتاب اللي هم يتكلمون بالكوتيشن مارس عن تجربتهم الشخصيه بالضبط. انه مثل ما انا ذكرت انه the key is to help them find their passion، المفتاح انه نلاقي شغفهم عشان ما يحسوا بالملل وعلشان يبدعوا. ADHD exists for a good reason، فال ADHD وجد لسبب جيد، يعني لابد انه نحتضن هذا الشيء. يعني they are explorers and inventors، مكتشفون ومخترعون. the ADHD brain works best when activated، انه لازم بطريقه افضل عندما لما يكون نشط. ايوه. واخر حاجه قالوها انه the ADHD هي يعني الانجريدينت الاساسيه or the entrepreneur superpower اللي هي يعني هو الخارقة للريادي الأعمال. لريادي الأعمال بالضبط، اللي هي الـ ADHD هي اللي ما حكينا عن the explorer gene. في عندنا نقطة والله كانت ممكن نختم فيها كانت جديدة صراحة، هي الجين المستكشف. فممكن تتكلمين عنها، بماذا يقصد بالجين المستكشف في كتابه؟ أنا فهمت، وأنت كتبتي يعني باراجراف حسيتها يعني شاملة كل حاجة. بس اللي فهمت إنه في الزمانات لما تكون القرية مهددة بسبب مثلا ما في محاصيل زراعية أو بسبب أمطار أو غيرها، فلأنه الـ ADHD بطبيعتهم الاستكشافية و taking risks هي التي ساعدتهم على البقاء في الحياة.
وهذه دراسة هي دراسة في علم النفس التطوري psychology. إنه الإنسان من زمان كانوا الناس كلهم يا أما صيادين صحيح. يا أما مزارعين إيه؟ فهو أصلاً في البداية يعني أيام البدو كنا يعني حسب هذه فرضية يعني حتى مو نظرية هي فرضية إنه كانوا الناس كلهم صيادين صحيح. بعدين بعد الحياة المدنية وصار مصار دخلت الزراعة انقسموا إلى قسمين أغلبهم صاروا مزارعين لكن في فئة ضلت بقوا فيهم صيادين يعني فمع الوقت على حسب الكاتب يقول إنه هذولي ما زالوا صيادين فعندهم هذه الروح للاكتشاف وللرحيل لكن الحياة المدنية كبتتهم فهو يقول لما أروح المطعم أشوف الأطفال يعني يجوا طالعون فوق وتحت فهذول كأنهم صيادين يعني في السابق فكانت صراحة أنا أشوفها نظرية يعني هي فرضية يعني لكنها تعطي جانب كذا بعد لي فني للنظرية صحيح تفكرين إنك أنت صيادة لا تزعلي من نفسك أنت يعني في ذلك الزمان أنت كان ممكن تكوني صيادة ونحن نحتاج الصياد لأنه لما يكون لما هو كاتب ونيد ساتلر نحتاج الجالس ونيد الإكسبلورر نحتاج البوت حتى نبقى على قيد الحياة صحيح. فلما يكون في حروب يحتاج الصياد أن يروح ويعني يبحث عن المأوى ويبحث عن المصادر الغذائية وما إلى ذلك فصراحة اللي يتابع مسلسل خلي بالك من زيزي يعني هو تكلم عن فترة حركة تكلم عنها بطريقة جميلة أيضا يا فنقدر نرسم الآن خلاص إيه شكرا لك يا دكتورة نسرين يعطيك ألف عافية ونأخذ مداخلات التعريف الله يسعدك تفضل تعرف بنفسك ما خذ راحتك واضح صوتك بس علّه مليان ما أعرف كيف حالكم أنا أتكلم عن الموضوع يعني أنا أتكلم عن نفسي فعلا مليون تخصص ومليون وظيفة شغلتها ففي النهاية لقيت إنه الفول تايم ما تصحى لي أبدا فالآن شغال بوظيفتين فول تايم نظام يعني شكل اسمه وظيفة لها شيء الفول تايم ما تصح لي فعلا شغال بستارت اب الآن فهذه شغلتها فالفول تايم ما تصح لي أبدا بالنسبة للموضوع أنا كيف أركز وكيف أضبط أموري الآن كان عندي عدد أولاً أنا مبسوطة أنك لقيت إيش اللي ينفع لك لأنه كل واحد يدرس أو عنده أسلوب دراسة يعني طريقة يعني أنه يدرس بطريقة مختلفة ولازم أنه يجرب أكثر من شيء لما يلاقي إيش اللي يناسبه أنا بالنسبة لي مثل ما ذكرت يعني كنت أضطر أني أدرس ساعات أكثر من غيري ولكن كمان عندي خصلة الصبر وعندي خصلة اللي هي التحدي مع نفسي واللي هي كومبتيتيف التحدي او التنافس يعني انه يعني عندي كثير انه مهم اني انجز مهم اني اكون الاولى مهم فهذول الشيئين ساعدوني مع رغم وجود الاي دي اتش دي اني الحمد لله اقدر ادرس بهالساعات الطويله غيري ممكن ما يعني يكون عنده ADHD يتطلب منه دراسة ولكن ما عنده اللي هو إنه competitiveness فما يهمه بس هذا لا يعني إنه العيب فيه مثل ما ذكرنا العيب ما هو في الطفل اللي عنده ADHD السنوات الدراسية الأولى والمتوسطة والثانوية هي نظامها اللي ما ينفع لطفل أو طالب عنده ADHD لو اجبرت على الملل راح تبدع لو حطيت
حتى في غرفة فاضية ما في ولا شيء مع كتابة بس. شاركونا أجوبتكم إذا عندكم أجوبة. إيه نفسي أحد يجاوبني. اوكي تفضلي. هذا كان عملك الأول؟ لا أنا لسه. والأعمال اللي قبل استمرتي فيهم مدة طويلة ولا تنقلتي من عمل لآخر؟ المساحة ما كانت تأذيك إنها كبيرة، بالعكس يمكن تسعدك. وفيها عطاء، وفيها عطاء إنك يعني تساعدي الآخرين. ويذكرها الكاتب، كثير من اللي كثير من رواد الأعمال اللي نجحوا أغلبهم coaches spokes people ADHD، يعني they give back to the community. يعني فيمكن بصراحة ما عندي جواب، بس يمكن العمل اللي أنت يعني عملتي فيه كان غير مناسب. يعني 4 شهور معناته إنه أنت ما وجدتي نفسك بهذا العمل وما. لكن المشكلة كانت في الإدارة. ما أتوقع عندنا إجابة، ما أدري أنا والدكتور سي. أنا أحس الإجابة يعني ما شاء الله أنت مرة فاهمة نفسك، يعني حطيتي المشكلة بطريقة مرة واضحة وعبرتي عن مشاعرك بطريقة مرة واضحة وتكلمتي عنها الآن قدامي بطريقة جدا واضحة ويعني جريئة، وأنا مبهورة يعني. فأنا أعتقد الإجابة عندك، يعني الإجابة عندك يعني أوردي، فما في أحد بيعطي الإجابة إلا أنت. يعني أنت عارفة وش الخطأ وأنت عارفة كيف الخطوة الجاية، وأصلا الخطوة الجاية أنت الوحيدة تقدرين تقررينها. لكن كونك شاركتيها أنا أحس إنه شيء جدا يعني صحيح. جميل عشان نفهم يعني نفهم يعني الـ ADHD أكثر، أو يمكن أنا أحس إنه يعني الـ ADHD هو انعكاس كثير ناس، أجزاء كثيرة من الناس كثيرين. ف يعني بصراحة أحيي يعني هذه المشاركة، شكرا لك. تفضل. Thank you.
أكيد أكيد. السؤال الأول ساعديني كمان أستاذ أفران، أنا أقدر أجاوب عن نفسي، يعني عن نفسي وعن ابني بالنسبة يعني بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للمدرسة، وكيف أنا قدرت، يعني لأن المجتمع ما يساعد، لأن المدارس عندنا غير مهيئة، لدرجة إنه أنا أخفيت إنه ابني عنده ADHD في المدرسة اللي كان فيها، الآن انتقل لمدرسة أخرى أجن علشان ما تكون عليه هذه النظرة. يعني اخترت مسار لابني اللي هو كانت المدرسة فيها مسارات مختلفة، اخترت مسار معين، والكل كان يستغرب ليش مختار هذا المسار، بسبب عدد الطلاب اللي بالفصل، وليس لأنه أنا عاجبني هذا المسار ولا أبغى، لأن عدد الطلاب 13 حسيت أنه مناسب لطفل عنده ADHD، وقويت علاقتي بالمدرسين والمدرسات. يعني أنا يوميا أنزل ابني، يعني كنت أنزل ابني بالمدرسة وأبغى المدرس أو المعلمة تشوفني وتعرف مين أنا وتعرف مين طفلي وأسألها عنه، فتلقائيا صار الاهتمام جدا عالي عليه، لأنه وجدوا أنه والدته حريصة وموجودة. وظليت أسوي هذا الشيء إلى اليوم. اليوم ابني الثاني متوسط، أنا اللي أنزله للمدرسة، مهم عندي أنهم يشوفون من اهتمامي الكبير، لأن مثل ما حكينا لا المناهج تساعد ولا نظام المدرسة والنظام الفصول تساعد، ولأن أنا عندي ADHD عرفت كيف في وقريت كثير وبحثت كثير، يعني فعلا اشتغلت كثير، يعني عرفت كيف أقدر أدرسه، وما كان مهم عندي إني يجيب مثلاً ممتاز أو علامات عالية أبداً، لا، مهم إنه يفهم النصوص، يفهم المواد اللي يأخذها، طريقة التخطيط اللي أنا حكيت عنها مسبقاً نفس الشيء، يعني أخليه يقرأ، يحاول يعني يقرأ ويفهم، ونخطط الأشياء المهمة فقط. لا تستغرق مدة الدراسة 40 دقيقة في اليوم، كل يوم صحيح حتى يوم الخميس اللي هو يوم الإجازة كنا ندرس، ولكن 40 دقيقة فقط، وأرتب إنه مثلاً مادة معينة إنه مو أكثر من صفحتين، لأنه كثر الكلام خلاص يصير ما يستوعب. هذا بالنسبة للبيت. طبعاً أحطه هو من المبدعين بالرياضة، فدخل مجالات كثيرة في الرياضة، في بعضهم مبدعين في الرياضة، في بعضهم بالروبوتكس، في بعضهم بالأعمال الخشبية، فأنا عرفت أنه هو يعني بالرياضة مبدأ من الصغر، جسمه يساعد ما شاء الله، ف يعني دخل في واحدة من النوادي هنا وأخذ كثير من الميداليات في طاولة التنس، دخل مجال الكاراتيه أبدأ، يعني عرفت أنه هذه المجالات اللي هو يحبها. ومثل ما ذكرت مسبقاً، إيه عنده وقت راحة ولكن مو طويل، لازم أشغله بحاجة معينة وكل يوم تقريباً. هذا بالنسبة للبيت حكينا. أما تدرس؟ إيه، أنت حكيت إنه النفسي، الجانب النفسي. الجانب النفسي يعني أنا ما وجدت هنا أحد إنه يعني ممكن يساعدني فيها، فاضطريت راحة. يعني إنه أجيب مساعدة من الخارج، ولكن لفترة محدودة فقط يعني. والجانب النفسي كان أغلبه إنه يعني مع إنه هو شخصيته جدا جميلة ومحبوب ويحبه، ولكن إنه لأنهم يطيحوا الأشياء، لأنهم بعض الأحيان يعني طلعت عنه سمعة فتأثرت عليه شوية نفسيا، فهذه اشتغلت عليها مدة. طبعا مع اني انا هو عارف انه عنده ADHD طبعا من صغره، من عمره تقريبا اول ما هي واز دايجنوز كان اتوقع بالصف الاول او الثاني عنده هذا الشيء، وخليته انه يعني يشوفها مثل ما الكاتب. عشان كذا الكتاب لما الاستاذه افنان طرحت عليه الفكره انه نشارك كتاب، قلت لها يعني هذا الكتاب من الكتب اللي انا اتمنى انه الجميع يقراها، لانها مقدمه بطريقه يعني مختلفه وجميله ومريحه للاهل. صحرا مريحه للاهل، لانه يبدا يكون البيرنتس يعني اوبتيمستيك انه يعني متفائل بالضبط. فاليوم قال لي شيء جميل جدا، انا قاعده اقول له انه اليوم انا جايه اتكلم عن الكتاب دي ADHD Advantage،
فهو قال لي حاجة قلت لازم اليوم أشارككم إياها. قال لي أنا أحب عقلي الـ ADHD، أحب كيف يشتغل عقلي الـ ADHD. موجودة في الكتاب بالضبط، يعني أنا قاعدة أقول كأنه قرأ الكتاب، عرف نفسه، عرف الخصلة اللي عنده، عرف كيف يتعامل معها. هذا اللي أنا مهم بالنسبة لي إنه الجميع يوصل لها، يعني كيف الطفل يتعامل مع his ADHD and embrace it، يعني كمنه واحتفي به ويحتفي به. في أبرز تبون بالأخير يمكن في أشياء مهمة أكثر. تفضل. طيب مداخلة. في مداخلات إذا سمحتوا تفضل. تخصصك ايش عفوا؟ اوكي. بس معلش اسالك سؤال، ليش مهم انك تعرف؟ هل في مجال عملك يعني او ايه؟ اولا از ادولت كل ما يكبرون تروح الفرط الحركه هذا تقريبا يختفي، ففعلا انك يعني تعرف اذا عندهم ADHD ولا لا حيكون صعب جدا يعني. ولكن يعني صراحه ما عندي جواب، ولكن ممكن انه اللي ما يكون عنده اللي تشوفه بعمله غير مهتم او عنده لا مبالاه بسبب انه ما عنده اي شغف لهذا الشغله، احتمال يكون يعني انسان يكون عنده ADHD، لانه مثل ما قلنا الديسيبلين ما تجي الا بشغف وحب لشيء معين. فلما ما يكون عنده ديسيبلين او مثلا ما يحضر الدوام او ممكن لانه بسبب الملل او بسبب انه هذا شيء غير عاجب، يعني غير عاجب. واتوقع يعني ولا احد ولا هي قاعده يعني. انا مره قد قريت انه اسمها انفيزيبل، يعني هو المفروض مو ديسيبلتي بس قد قريت انفيزيبل ديسيبلتي، يعني اعاقه خفيه، وتظهر بطريقه اللي هو الاشياء السلبيه، العناد، عدم اللباقه. كتاب هذا في كتاب اخر، هو كتاب قديم يعني لمهتم انسياق التشتت، في كاتب يعني كثير انا فهمت ADHD اكثر منه، هو مع انه كتاب قديم نوعا ما. حتى الانسان الغير لبق اللي ممكن يترك الاجتماع ويترك بالضبط يتحسينه غير لبق، لكن هو اصلا متململ وفعلا مو قادر انه يعمل كنترول يعني في بعض الحالات، ويقاطع الحديث يقاطع الحديث يطلع فجأة. ايوه بالضبط. صحيح. هذه بعض المعاني، واحيانا المشكله ما تدري ايش الفرق ADHD او انه فعلا عدم لباقه. هو هذا الخيط الفاصل. تفضلي. يعني العرضها بشكل مختلف، مقاطعة، تململ مثلاً، يمكن خفيف، يمكن أعراضها خفيفة مثلاً. إيه يمكن، لأن ADHD لها كمان سبكترم. ADHD يعني تبتدي من 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 خفيفة إلى لما توصل، هو حتى صنفها سكيل from 1 to 10،
تقريبا وتن تكون اعلى انواعها مختلفه لان ما عندهم فرط الحركه فكثير منهم فكثير منهم للاسف يعني ما يعرفوا انه عندهم ADHD فبالتالي يصيبوها شيء اخر يعني قريبه من الكبار في العمر البنات الصغار ممكن احيانا يظهر يعني مثلا انا اذكر مره شفت وحده في العياده تقول انها عرفت ان فيها ADHD بعد ما ساقت اكتشفت انها ما مو قادره تتحمل القياده ما قدرت يعني فعلا يعني زاد بشكل كبير بعد السواقه فاحيانا ظروف معينه تخليك صح بس كمان ADHD يبغى له تشخيص معين ويبغى له تشخيص من دكتور يعني هي ما هي جلسة ولا جلستين جلسات عديدة أنا سويتها مع ابني لين لما نشخص عدد الأسئلة اللي أنا اضطريت إني أجاوب عليها فوق 30 سؤال ونفس الشيء زوجي ونفس الشيء مدرسين فما هي ما هو تشخيص سهل جدا مو عشان أنا أمل أو علشان مثل ما ذكرتي خفت هي it has to be عندهم طريقة معينة أعتقد إذا شافوا أكثر من 5 سمات مع بعض This is when they start diagnosing it, no, it's possible. وبعدين إذا أنت عندك ADHD يشوفون what scale is it from 1 to 10 يعني فتشخيصها ياخذ فترة يعني طويلة يعني. لأنه حتى هنا في جمعية إشراق يواجهون مشكلة أنه كثير يجيهم عندهم توحد they think أنه it's ADHD فلسه إلى الآن تشخيص الـ ADHD من أصعب أنواع الـ subjective يعني بالضبط exactly subject يعني أنا فصعب إنك تجاوب تفضلي متخصصة في العلاج على جهاز عفوا أعرف إنه عندنا لجنة لجنة التعليم اللي مع الدكتورة نور الطويل صحيح وهم كمان عاملين نوع من الويب سايت اللي هذه من الأشياء الجميلة اللي تعملها جمعية إشراق الآن تتحدثين عنها أكثر عارفة عن الموضوع أكثر يمكن مني أوكي هو عبارة عن ويب سايت كامل إلى الآن طبعاً ما أطلقوه ولكن يتيح الفرصة للمعلم والمعلمة حتى الأهالي يدخلون على الويب سايت ويضغطون على المشكلة اللي عند الطفل ويلاقوا لها فيديو قصير وحلول بسيطة ممكن أنهم يعملوها فيمكن لو يأخذوا يعني عيادة اوكي يمكن لو تاخذوا تفاصيل سو كان كونكتد تو دكتور نور طويل انه parallel قريب من اللي قاعدين يشتغلوا جميل يعطيك العافيه يا رب مداخلات اخرى بس ناخذ بس مداخلات ما في احد ما يتداخل وتفضل ارجع لك انسياق التشتيت ولا هذا ايجابيه صحيح ممكن شاشة كذا تسوي حياتي
شخص حلو ماسك الزهر ولف اشياء جديده لكن تنطبق على الكل احس مش بس الاي دي اتش دي هذه تنطبق على الكل انه اذا ترك هذا خلاص حيجد على قولتك الحياه الله يعطيك شكرا شكرا على هالمداخله قصه لطيفه شكرا انك صبرت شهر على شكرا صراحه انا مره اقدر يعني المداخلات الشخصيه او التجارب الشخصيه يعني تثر اللقاء بشكل كبير جدا تفضل انا كنت انسان بصري بالمناسبة شكرا لك يعطيك بالمناسبة واحدة من النقاط الجميلة في الكتابين اللي هي حس الدعابة يعني كان يقول لك يعني احنا ناخذ الامور يعني مثلا انه ADHD وانه انا يعني انه شيء ضيق الصدر لا انه صراحة من الاشياء الجميلة اللي تعلمتها انه جوك اباوت عادي امزح واضحك وقل لي انا فيني فرطة يعني كانت فعلا من النقاط الجميلة في الكتاب وهي مرتبطة بالثقافة الامريكية فشكرا يعني لكم تفضل هي هذا الكتاب خلاص بنعطيك اياها صراحة الكتابين ما ادري في كتاب اخر في مراحل تعرف مثلا في ويب سايت معينه لما تشوف انك انت قريت بي اي دي اتش دي ادفانتج يقترحوا عليك كتب شبيهه بهذا الكتاب فيمكن يعني هذا ابدا بهذا الكتاب وشوف وفي منه اوديو يعني اذا ما يعني جميل شكرا شكرا للإضافة تفضل في إضافة على كتب في كتاب رائع اسمه كل عقل حلو حلو هواي نقل معرفية بس عندي سؤال نتشارك نفس التخصص وأعتقد أن أكثر الأشياء اللي يعني متعبة في هذه المرحلة اللي جسد طويلة في أنا الآن سينيور أنا راح أخبر وحقيقة يعني أعتقد أنه بعض الأحيان أشعر بيض محل طبش بلد يعني أتوقع تعرفين أن طب الأسنان شغلة روتين صحيح فسؤالي أنه في طب الأسنان كيف تجاوز في هذا المرحلة أنا أعرف أن تسكن من قبل دراسة طب الأسنان بعد تخصصك إيش في الأسنان؟ متخرج سنه جايه اوكي هو لسه طالب اولا العمل مختلف تماما عن الدراسه عدد المرضى اللي حتشوفوهم اكثر بكثير من اللي تشوفوهم في طب الاسنان فيعني كل تقريبا 40 دقيقه عندك مريض ويحتاج احتياجات مختلفه انا تخصصي قريب جدا من تخصص الاي ار دكتور انا ما عندي انا طب اسنان متقدم اللي هو اشوف اعمل كل حاجه يعني اليوم مثال جاني مريض جديد فعملت تريتمنت بلان المريض اللي بعده كان اعصاب المريض اللي بعدها كانت حشوه المريض الاخيره كانت عباره عن
امبريشن وكرام، فما كان عندي اي شيء مشابه. تعلمت اني اشتغل بسرعه، تعلمت اني اخلص شغلي، ودربت الاسيستنت حقتي انها يعني من غير ما اتكلم تعرف ايش احتاج عشان اخلص عملي بسرعه. فهذا الشيء ساعدني تايم مانجمنت، اشتغل بسرعه، ما عندي نفس الشيء ينعاد. ووجدت نفسي يعني اني يعني اني ما ايش اقول، ما ابغى اقول مبدعه، بس اني اجيد الادمنستريشن بارت في الاسنان، الاداره، ويعني اجيدها واتطلع لها اكثر من العياده. فان شاء الله انت بعدين تشوف يعني يمكن العياده هي محلك وهي يعني المحل اللي انت حتبدع فيه، او يمكن لا تشوف يمكن الاداره او قسم اخر في المستشفى اللي ممكن تشوف نفسك فيه. مش لازم انت تحط في بالك انا دخلت طب اسنان خلاص انا يعني سجين لهالتخصص، لا، ممكن تدخل يعني مثلا دنتال كواليتي ادمنستريشن وغيرها من الاشياء. فهي اللي بقولها تسهل مع العمل. ناخذ المداخله الاخيره بس قبل ما تتفضلي. مره صح كلامك، وانا انا انا مثال لهذا الشيء. انا مثال، انا ما اقول لك اني دخلت طب اسنان انا حابه طب الاسنان من صغري. دخلت طب الاسنان بسبب علاماتي العاليه فقط، مو عشاني احب هذا المجال، ولكن قدرت اعرف مع الوقت، واخذ وقت طويل، ولكن لان عندي كمان الحمد لله اللي هو الانضباط والديسيبلين انجزت وقدرت اوصل لاستشاريه في الاسنان. ولما وصلت استشارية قدرت أدخل في مجالات مختلفة اللي أنا حبيتها في الأسنان. فكلامك أنا مرة يعني معاك 100% إنه الواحد يحس استرس، أنا إيش الباشن حقي، إيش مفروض يعني، وإذا ما لقيت الباشن ممكن أفشل. لا، حتى العمل العادي وألاقي بالعمل أو أنمي سكيلز ثانية إنها تخليني أستمر بهذا العمل، ممكن أسوي شيء جانبي. يعني إذا مثلا عمل 9 to 5 أسوي مثلا يسمونها أحصل شيء جانبي، او اعرف كيف يعني اتصالح او صح. اقدر اني اتصالح مع 9 to 5. انا بالمناسبه هذه واحده من النقودات اللي الاحظها على الكتاب، بزياده ركز على الفاشن وبزياده ركز على رياده الاعمال، وفعلا يعني واحده من النقودات اللي انا حسيت فيها وانا اقرا. هو كمان ضد الميديكيشن، هو الكاتب ضد انه يتعاطى الإنسان الأدوية. مع الأدوية اللي هي ريتالين، اللي هي الكونسيرتا، اللي هي الأدوية. الموضوع مرة كبير وأنا ما نبغى ندخل فيه، لأنه كمان من الأشياء اللي كثير من الدكاترة يشوفونها ما هي غير صحيحة. يعني تفضلي. ما هو شيء أحبه، بس هو شيء أحبه، يعني صارت أكثر جانب
time management. هذه part of time management، إنه تقسيم الوقت لنفسك لشغلك للبيت للسوشيال، فيعني this is part of how you schedule. أحس بالضبط ما أقدر أسوي شيء. إيه. إن مثل ما ذكر الأخ هنا يقول تولي نتعلم على الكالندر والريمايندرز، فهذه من الأشياء اللي يمكن أيوة اللي إنه يعني تعرفين يومك كيف مقسم، أول ما تصحي من النوم تعرفي الحين إيش حد يعني أربع خمس أشياء تحطينها تعرفي إنك لازم تنجزينها ب deadlines. طبعاً time management لها في كثير كورسات وفي أشياء. Yeah. هذه كثير ناس يعني الأخ كان عنده مداخلة يمكن أو يفيدك. لا تكون العافية. صراحة اللي مثل دول واضح لي من سير المحاضرة إنه الشيء عول أكثر شيء على عقل الإنسان قدرته على التكيف. يعني نشوف الأخ واضح إنه متمنبل بطبعه لكنه تعامل بحيلة ذكية. المجالس يجلس مره يقعد مره يتحرك مره كايش كانه يستبدلها بدل ما يروح يتحرك وكذا بحيث انه يحافظ على جلوسه في نفس الوقت يستطيع تكيف. فالانسان عنده سبحان الله اعطاه قدره العقل والعقل انسان بارع جدا في استخدامه في مساله التكيف. ويبدو ايضا لا ننسى انه تغير الحياه. في السابق كان الانسان مستنزف حتى جلب الماء وغيره. حياة قاسية جداً أعتقد فرط الحرارة كان الناس كلهم يعني الآن لا مع الحياة السهلة بدأت تظهر مشاكل كثيرة فأعتقد أن هذا هو السبب وأنه نرجع بالنهاية أنه عقل الإنسان تعاطف من مشيئة الله يعول عليه بأنه قادر على التكيف في كل حال. يمكن أن أخذنا من الوقت ما أدري تحتاج النهائي معليش وبدي ناخذ صراحة جميع المداخلات لكنه دكتورة عندها اجتماع و اوكي ننهي الان. شكرا لكم جميعا، شكرا لحضوركم، صراحه سعدنا فيكم، اتمنى لو نقدر ناخذ وقت باقي لكن